نشرة للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية وخلال زيارة الدولة التي قام بها إلى دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية وتركيا، كان للسيد الرئيس زيارة إلى عدد من المجمعات الصناعية بمدينة شانزان بالصين. السيد الرئيس وخلال زيارته لمجمع بي واي دي لصناعة السيارات الكهربائية دعا المصنعين الصينيين إلى الاستثمار في الجزائر. لو يريد صنع السيارات في الجزائر فتكون له كل التسهيلات، تصنع بالنسبة للجزائر وبالنسبة للمحيط تاع الجزائر، المغرب العربي وإفريقيا. لحد الآن ما عندناش شركة صينية اللي تصنع، مرحبا بك. حتى وصلح كذلك البطاريات الكهربائية، كما اتفقنا مع فخامة الرئيس شي جين بينغ، 60% من السيارات الكهربائية في العالم هي صينية، ولذا نتمنى أن تصنع كذلك عندنا ولكم كل التسهيلات. السيد الرئيس أشاد بالكفاءات الوطنية التي تسهل الشراكة بين المتعاملين من البلدين. أعتقد أن التعاون مع الجزائر يكون سهل لأن الإطارات موجودة، ربما بتكوين بسيط بعض الأشهر يصبحوا إطارات قادرين على تشغيل سيارات متطورة مثل هذه. سهل باش تكون فيه يد عاملة متكونة وتشارك مع أصدقائنا الصينيين في حركية اقتصادية جديدة وصناعية جديدة، منها صنع سيارات أو بالأقل في البداية تركيب سيارات. يعني ممكن نصنع للجزائر ونصنع كذلك لإفريقيا. السيد رئيس الجمهورية وخلال زيارته لمجمع هواوي للصناعة الإلكترونية أكد على إدخال الرقمنة والتكنولوجيات في مجال التربية والتعليم. On a décidé qu'en Algérie, au plus tard dans deux ans, il n'y a plus de cartables, il n'y a plus de livres. Il n'y a que les tablettes et ça va nous faire une économie de professeurs puisque à partir de des gens très bien formés, ils peuvent rentrer en contact et enseigner à distance et ça rentre exactement dans la politique que nous sommes en train de suivre actuellement. السيد الرئيس دعا المستثمرين إلى ضرورة القدوم إلى الجزائر والاطلاع على الإمكانات الموجودة ولما لا تبادل الخبرات في مجال البنى التحتية. Et je vous invite à venir en forte délégation de voir pourquoi nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Nous devons partir même pour certains pays africains, pour certains pays voisins, en Algérie et en dehors de l'Algérie. On va travailler ensemble. Si pour vous installer, il n'y a aucun problème, ni pour le terrain, ni pour notre participation financière aussi au projet. L'essentiel, c'est d'arriver à moderniser toute l'économie, moderniser l'enseignement et nous étaler aussi sur nos amis et nos frères africains. تتواصل بمدينة سان بيترسبورغ بجمهورية روسيا الفيدرالية أشغال القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. وقبيل انطلاق أشغال اليوم الثاني من القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، أخذ قادة الدول المشاركة صورة تذكارية لتنطلق الأشغال بكلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور الوزير الأول. وعلى هامش قمة روسيا إفريقيا ومنتداها الاقتصادي والإنساني، وقعت وكالة الأنباء الجزائرية أمس بمدينة سان بيترسبورغ بروسيا على مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء الروسية تاس، تقضي بتبادل المحتويات الإعلامية والاستفادة من الخبرات والتجارب.
أكد مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أمس حول تهجم قناة فرانس 24 على الجزائر أن فرنسا الرسمية التي هاجمت شبكات التواصل الاجتماعي واتهمتها بتأجيج نار الكراهية بعد وفاة نائل، وصرحت عبر المتحدث باسم الحكومة أنه لا بد من إحداث قطع في حال وجود أزمة، مدعوة إلى أن تلتفت إلى ما يجري في بلدها وترتب أمورها أولاً. ويضيف المقال أن قناة فرانس 24 التابعة لمجمع فرانس ميديا موند العمومي مستمرة في نفث سمومها على الجزائر. ففي الوقت الذي تحترق فيه معظم مناطق حوض المتوسط التي تفترسها ألسنة النيران بشكل غير مسبوق، مخلفة خسائر بشرية في كل من اليونان وإيطاليا وكورسيكا وإسبانيا والجزائر، لم تجد قناة فرانس 24 المبتذلة والمشينة سوى استهداف الجزائر كعادتها ودون أدنى احترام لأرواح الضحايا، وكأن الحرائق لم تطل سوى الجزائر دون غيرها، مع أن عديد الدول حوض المتوسط تحترق بسبب درجات حرارة قياسية تجاوزت 50 درجة مئوية. وتضمن المقال الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية دعوة إلى العاملين بقناة فرانس 24 الحثالة التي تتلقى الأوامر بخصوص الجزائر من أحد المقربين من قصر الإليزي المعروف بصلته الأكيدة مع منظمة الماك الإرهابية، دعاهم أن يتحلوا ولو بالقليل من الموضوعية في هذه الأوقات العصيبة والأليمة. ويجدر بقناة الشر والفوضى والتلاعبات أن توقف أكاذيبها المفضوحة حول الجزائر التي لم تدخر أدنى جهد وسخرت كافة الوسائل المادية والبشرية لإخماد الحرائق، لأن الحرائق العنيفة التي اجتاحت الجزائر كانت نتيجة درجات الحرارة الشديدة والرياح العاتية. وبالرغم من الأحوال الجوية غير المواتية للتدخل الجوي لطائرات الإطفاء في اليوم الأول، تمت السيطرة على جميع بؤر الحرائق في ظرف 48 ساعة، وهو ما لم يحدث للأسف في بعض البلدان الأوروبية التي تقع على البحر المتوسط، حيث تستمر مكافحة حرائق الغابات منذ 10 أيام. إن الدولة الجزائرية التي تعلمت الدرس من الحرائق التي شهدتها سنة 2021 سخرت كل الوسائل، حيث تم تجنيد طائرة بسعة 12 ألف لتر وست طائرات خاصة بمكافحة حرائق الغابات وتسع مروحيات لمكافحة هذه الحرائق، مع العلم أنها وسائل تمتلكها الجزائر فقط في المنطقة، ناهيك عن سرعة التكفل بالضحايا وانطلاق عمليات الإغاثة في وقت قياسي. ويختم مقال وكالة الأنباء الجزائرية بأن المعالجة المخجلة لملف الحرائق في الجزائر من طرف قناة فرانس 24 تؤكد قرار السلطات الجزائرية القاضي بغلق مكاتب هذه القناة التي لا يبدو أنها ستعود قريبا إلى الجزائر. في موضوع آخر، وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية في مباشرة تعويض متضرري تعويض الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن مؤخرا ونجاح مختلف الفاعلين في إخماد الحرائق، تواصل اللجان التقنية للمصالح الفلاحية بولاية بجاية عملها في إحصاء الفلاحين المتضررين، وذلك استعدادا لمباشرة عملية تعويض الفلاحين الذين تعد الأرض مصدر رزقهم الوحيد. أحمد خير الدين. إحصاء وجرد الخسائر التي خلفتها الحرائق الأخيرة بولاية بجاية متواصل عبر مختلف البلديات. أزيد من 150 متضررا تم التقرب منهم لحد هذه الساعة من قبل مصالح مديرية الفلاحة، والعملية متواصلة لتشمل جميع المتضررين. عندنا هنا خسارة كبيرة بزاف، عندنا لغوبيت سيدي ملي ديكتار اللي راحوا، عندنا دي في يومان اون ترونتان ولا بلوس دو 20 توت فاسون، وكاين اللي خسروا الغنم، اللي خسروا الشجور تاعهم، خسروا ديارهم، خسروا كلش، وربي واش ربي يعوض ان شاء الله. وجازوا لا كوميسيون، مرحبا اعطيهم صحه تاع الفلاحه تاع الباتيمون تاع الاخر، جاو البارح داروا لي روسونسمون. راحوا لي واحد 250 شجره زيتون بلا ولادي، هذو رزقي انا. لجنه الفلاحه راهي في المكان، رانا هضرنا معاهم، يعني اعطونا وكتبنا لهم واش خسرنا واش درنا، هما كتبوا
دروك حنا ان شاء الله يا ربي يلحق الهضره تاعنا تلحق ليهم الشكايه تاعنا يعوضونا يعاونونا. ليكيب تاع الفلاحه داروا دي ريسونسمون سجلوا كلش واش كاين شافوا بعينهم ان شاء الله يعاونونا ان شاء الله يعاونوا الفلاحين كامل. الفرق المتواجدة في الميدان أحصت أكثر من 100 هكتار من الأراضي الفلاحية تضررت بفعل الحرائق الأخيرة، فيما تبينت الخسائر المسجلة بين حيوانية ونباتية. نطمن الفلاحين باللي كصدير عنا رانا نقوموا بالواجب تاعنا واكثر من الواجب باش ناخذ صدير الخسائر تاعهم باش الدولة الجزائرية نجردوهم ونطمئنوهم بليك الحقوق تاعهم ان شاء الله ما يروحوش، ونتمناو ساخر من الدولة الصديقة الجزائرية تعوض لهم كما عند العادة تعوضهم كما السنين اللي فاتوا. اغلب فلاحي بلدية توجا يقتاتون من النشاط الفلاحي، والى غاية الشروع في عملية تعويض المتضررين من الحرائق تبقى عملية الإحصاء والجرد متواصلة. ومظاهر التكافل والتآزر الراسخة في القيم المجتمعية للجزائر تجلت في صور رائعة من الهبات التضامنية مع العائلات المتضررة، حيث انطلقت من ولاية الطارف قافلة تضامنية لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة بولاية بجاية. القافلة تحمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية. خلف حادث مرور بولاية عامة وفاة 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء انحراف حافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين ولايتي النعامة وبشار، هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية للنعامة مرفوقة بالوحدة الثانوية لعين الصفرة لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى محمد بوضياف بعين الصفرة. رحم الله الضحايا والشفاء العاجل للمصابين. في الرياضة، يلعب اليوم نادي شباب بلوزداد مباراته الأولى ضمن كأس الأندية العربية الجارية وقائعها في المملكة العربية السعودية. ممثل الكرة الجزائرية يواجه نادي الرجاء البيضاوي في ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، ويتطلع رفقاء مختار بالخيطر لتحقيق بداية جيدة. احتضن مخيم الشباب بسلاماندر بمستغانم السهرة الختامية لأطفال جاليتنا المقيمة بأوروبا، حيث استمتع الأطفال بالطبوع الفنية العاكسة للتنوع الثقافي الذي تسخر به الجزائر، يقول محمد سلمي. مخيم الشباب وسط مدينة مسك الغنائم الجميلة ازدان جمالا باستمتاع أبناء الجالية ضمن هذه الاحتفالية الختامية من المخيم الصيفي. La fête d'aujourd'hui c'est bien organisé, ils l'ont fait dès le matin, ils ont tout bien préparé, ils ont fait tous les petits détails, vraiment, ils sont comme ça. Les musiciens sont doués, hein. Les danseurs bien, j'aime bien, voilà. Surtout le magicien, il est doué. Alhamdoulilah, presque, on découvre de petit à petit, tout va bien, le séjour est incroyable. J'ai nagé, j'ai fait tout ce que vous voulez. عروض فنية ورقصات على وقع الطبوع الفولكلورية أراد من خلالها المنظمون بعث رسائل واضحة لأطفال الجالية للتشبث بالوطن الأم. وأنا بودي أن أشكر كل القائمين على هذا المشوار الغير مسبوق، بالفعل غير مسبوق، وهذا راجع كما ذكرت إلى السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون الذي أراد أن يقوم بدعوة من للجالية الجزائرية أبناء الجالية الجزائرية لقضاء عطلة صيفية سياحية. التعرف على يعني إنجازات جزائر الاستقلال، ويعني إذا كان يعني نشأ يعني وكان يسمع عن الجزائر وبلاده اليوم عاشها حسا ومعنى، وهذه هي أعتقد أنه يعني رسالة السيد رئيس الجمهورية أن يبقى ابن الجزائر مرتبط وجدانا وجسديا ببلده. لتكلل هذه التظاهرة بتكريم الفاعلين نظير مجهوداتهم لإنجاح هذه الفعالية.
في سياق ذي صلة وبعد استفادتهم من قضاء عطلة مريحة وممتعة بين أحضان وطنهم الأم، غادر صباح أمس أول وفد من أطفال الجالية الوطنية بفرنسا بعد انقضاء الدورة الأولى للمخيم الصيفي بمدينة تنس الساحلية بولاية شلف، في انتظار وصول وفد ثاني من أبناء الجالية ابتداء من اليوم. كلمة لشلمت. بملامح مرحة فرحة استقبلنا أطفال الجالية الوطنية بفرنسا بمخيمهم الصيفي بتنس عبر صور اختزلتها أجواء ترفيهية ضمن نشاطات رياضية كسرت روتين يوميات مخيمهم التي تنوعت بين الخرجات السياحية إلى الاستجمام سباحة. مليحة بغيناها وان شاء الله نعودوها وان شاء الله يعاودي قلنا نروحو. عقبنا اسي جور تري ما شاء الله ولا شباب فرانشمون هيك لا بلاج كلش مليح لو بون طون الجزائر ونا روتروفي نو بون هابيتود الجزائر فاسي سي بيان. فشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهوريه على اعطائه هذه الفرصه العظيمه، الفرصه والالتفاته الطيبه لابناء الجاليه الجزائريه الذين يحبون هذا البلد. ومن عيش اللحظة متعة اصطياف بنكهة وطنية إلى تثمين روابط الانتماء عبر ورشات تلقين أبجديات التراث الجزائري. علموني لا دوس تاع الجغوة ما كنتش عرفتها و فرانشمون كنت مليحة في هذه لاكونوني فتها مليح. راني فيير دو مي تراديسيون تاع بلادي الجزائري تحيا الجزائر. وبمشاعر الحنين للوطن قبل مغادرة أرضه أزدل الستار عن برنامج زيارة أول وفد لأطفال الجالية الوطنية بفرنسا وسط تثمين للمبادرة التي ترسخت في ذاكرتهم تنظيما وتكفلا تعكسها نشوة لقاء متجدد. بهذا نختم نشرتنا، شكرا لكم على المتابعة، جمعة طيبة والسلام عليكم.